لقاء مباشر ومعاينة ميدانية مستمرة لأحوال كل فئات المجتمع وزيارات لمختلف جهات المملكة. اليوم تحظى مدينة تفلت بإقليم الخميسات بالزيارة الملكية الميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الشهر المبارك الفضيل، زيارة لصلة الرحم وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي التي تشكل إحدى ركائز المشروع المجتمعي الذي يرعاه جلالة الملك حفظه الله، بغية ضمان انطلاق تنمية شمولية وإقلاع اقتصادي يضع في صلب أولوياته تشغيل الشباب والنهوض بالعالم القروي والشرائح الاجتماعية والمناطق المعوزة. ويتركز الاهتمام هنا على الاستثمار في الموارد البشرية باعتبار رأس المال البشري رافعة للتقدم وخلق الثروات، وإدماج هذا الاستثمار في مسيرة التنمية فلا مجال للإقصاء أو التهميش. ورش تنموي كبير تحظى فيه كل الفئات والشرائح بالنصيب الأوفر من الاهتمام والرعاية لبلوغ كل الأهداف وتحقيق الآمال والتطلعات. مركز للتكوين المهني بالسجن المحلي لتفلت أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينه، وهو يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لإعادة إدماج الأشخاص نزلاء المؤسسات السجنية. ويندرج إحداث المركز وهو 48 من نوعه على مستوى المملكة في إطار برنامج مندمج تشرف على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء داخل السجون، والذي يروم تحويل الفضاء السجني إلى وسط لإعادة التربية والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش، لا سيما عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتكفل الطبي بالسجناء، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة التعليمية والتكوينية. ويروم هذا البرنامج المندمج الذي تتيح مكوناته تهيئة النزيل داخل المؤسسة السجنية على أساس مشروع شخصي إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المستهدفين الذين يكون بوسعهم بعد الإفراج عنهم الاستفادة من مصاحبة مراكز الرعاية اللاحقة المحدثة من طرف المؤسسة لهذه الغاية. وينبع إنجاز مركز التكوين المهني بالمؤسسة السجنية لتفلت من خيار مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الذي يجعل من التكوين والتعليم آليتين لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني. ويوفر المركز الذي يستفيد منه أزيد من 200 سجين تكوينات في البناء كتصميم البنايات، الصباغة، تركيب الزجاج، كهرباء البناء والجبس، والحلاقة، وإصلاح الأجهزة الكهرومنزلية، وصيانة أجهزة الحاسوب والمعلومات المكتبية، فضلاً عن التكوين في المجال الفلاحي كغراسة الأشجار وزراعة الخضروات وإعداد المساحات الخضراء. وقد تم اختيار هذه الشعب في تلاؤم تام مع الوسط السوسيو اقتصادي للمنطقة، وذلك بهدف تيسير ولوج نزلاء السجن إلى سوق الشغل. ويعكس هذا المشروع المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وباقي شركاء المؤسسة، العناية الخاصة التي مفتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها نزلاء المؤسسات السجنية، كما يجسد حرص جلالته الراسخ على أن لا يكون الفضاء السجني مجرد مكان لتمضية العقوبة الحبسية، بل أيضا مدرسة تمنح السجناء فرصة ثانية. وتكريسا لهدفها الأصيل المتمثل في أنسنة الفضاء السجني والمواكبة السوسيومهنية لنزلائه بعد معانقتهم الحرية، تواصل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تنفيذ برنامجها الطموح الرامي إلى تعميم مراكز التكوين المهني بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، بغية تمكين نزلائها من ولوج سوق الشغل فيما بعد، وهو ما يرسخ الفلسفة التي تقوم عليها سياسة إعادة إدماج السجناء، والمتمثلة في كون الحرمان من الحرية ليس بالمطلق مرادفا للإقصاء. لبنات تعزز مسار التنمية بالمملكة وتضعه على سكة صلبة قوية، تنخرط في مسلسلها كل الفعاليات المجتمعية وتتوحد حول هدف طموح وواعد يحقق العيش الكريم لكافة المواطنين. فلا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية متوازنة يحدد توجهاتها ويضع استراتيجياتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لكسب معركة الجهاد الاقتصادي الأكبر بخلق الثروات وفرص الشغل، ومعركة الجهاد الاجتماعي بتحقيق التنمية البشرية المستدامة.